programming on Bible Voice Middle East. هنا صوت الغفران. اهلا وسهلا بكم ايها الاصدقاء في حلقه جديده من برنامجكم صوت الغفران الذي يقدمه لكم الاخ ابو كثير. المستمعين اخواتي المستمعات، مرحبا بكم اليوم في حلقه جديده من حلقات برنامج صوت الغفران. يسعدني ان التقي بها واياكم، انا اخوكم ابو كثير. حلقه اليوم بعنوان الرب رايتي يحارب معي. الرب رايتي، الرايه ترتفع، ومع ارتفاع الرايه يرتفع صاحبها معها ويعلو شانه، والراية تعلن النصر. كل واحد منا يتجرب من الشيطان ليخطئ. تجرب المسيح أيضا في كل شيء مثلنا، وجاز في كل ظروفنا ما عدا الخطية. وفي هذا درس وعبرة لنا كانت تعظ أن التجربة ستأتي، ولكن عندما تأتي فبإمكاننا أن نغلب بقوة المسيح الساكن فينا.